ركود وسبات يلف المفاوضات دون التوصل لاتفاقات، لا مبادرات رأت النور، والغموض بات سمة يتصدر المشهد. حرب البرلمان والمالية تشتد وتستعر، الزامل يوجه بمنع سفر الوزير، وعلاوي يرهن وجوده في البرلمان بجلسة رسمية. ضمن أجواء الديمقراطية والشفافية، الهيئة العامة لتيار الحكمة تستعد لعقد مؤتمرها لاختيار قيادتها والمكتب السياسي، خطوات تجسد المؤسسة. أهلا بكم. لا جديد على الساحة السياسية كما يقول المتابعون ومن يهتم بالشأن السياسي في البلاد، فالحوارات واللقاءات عطلت منذ أكثر من أسبوع، والمشهد يكتنفه الهدوء دون صدور أي أنباء جديدة تتحدث عن وجود تفاهمات أو اتفاقات أو مواقف سياسية تكسر حالة الجمود. البيت الكردي ما زال منقسما بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، أما القوى السنية فلم تكتمل عندها الرؤية بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، والمكون الأكبر ما زال منقسما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بخصوص الكتلة النيابية الأكبر وتشكيل الحكومة القادمة. أكد مراقبون أن الركود السياسي في الحوارات الكتل سببه تمسك الأطراف بسقوفها التفاوضية والدخول بانسداد سياسي، فيما يرى آخرون أن غياب أفق الحل سيعزز عن فرضية طول عمر الأزمة السياسية. تقرير حسين ياسين. حالة من الركود في الحوارات هو ما يسود المشهد السياسي العراقي، ولا جديد في مواقف القوى السياسية وبالأخص التي تصر على الانطواء على نفسها وأغلقت باب الحوار، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على إكمال الاستحقاقات الرئاسية المتبقية. العملية السياسية تشهد جمود هو تقريبا الأول من نوعه منذ 2003 لغاية الآن. السبب الرئيسي في إطار التحالفات المستقبلية باعتبار أن التحالف الثلاثي يصر على ضرورة إيجاد حكومة أغلبية سياسية، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يحقق أغلبية الثلثين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت الإطار التنسيقي يرفض فكرة ذهاب جزء منه إلى الحكومة والجزء الآخر إلى المعارضة، وبالتالي هناك طرفان هما اللذان يحددان مشهد العملية السياسية المستقبلي. لابد من وجود توافقات وتفاهمات بين هذان الطرفان لغرض السير بالعملية السياسية نحو المرحلة الثانية في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي حدد وجود أغلبية الثلثين كشرط لانعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، والذي كان يتوقع أن يعيد التفاوضات إلى مسارها مرة أخرى، إلا أن ذلك لم يتحقق وسط تحذيرات من خطورة عدم مراعاة المدد الدستورية. التحالف الثلاثي لا زال لا يستطيع أن يجمع 220 مقعدا لعقد الجلسة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية. طبعا هذه الإشكاليات تأتي من محاولة، أولا طرف سياسي يريد إقصاء الآخرين، طرف آخر متمسك بمرشحه الذي لا يريد أن يجعل هناك مرشحا آخر لكي يتم التوافق عليه لرئاسة الجمهورية. فإشكالية المكون الكردي مع الإشكاليات السياسية والأزمة السياسية في البيت السياسي الشيعي انعكست تماما على المشهد بشكل أكبر. في الأثناء أيضا ما يزال مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية غامضا حتى اللحظة، رغم انتهاء مدة الترشيح الأسبوع الماضي. في موازاة ذلك تتصاعد المطالبات للقوى السياسية بالتوقف عن كسر المدد الدستورية وحسم ما تبقى من الرئاسات، لوجود الكثير من الاستحقاقات المعطلة التي ينتظرها الشارع العراقي. حسين ياسين، الفرات، بغداد.
أكد تحالف السيادة الذي يضم كتلتي العزم وتقدم إن قوة التحالف في وحدته وتماسكه. وقال التحالف في بيان له أنه يسعى إلى تحقيق التعاون مع جميع القوى السياسية من أجل بناء البلاد. وأضاف البيان إن قوة التحالف تكمن في وحدته ونجاحه في التعاون من أجل عراق أفضل. وقال البيان إن التحالف سيبقى يحاور جميع العقلاء للوصول إلى حالة استقرار ورؤية وطنية تحفظ سيادة العراق، وأن لغة التهديد لن تثني التحالف في التوجه لبناء دولة مؤسسات قوية قادرة على وقف حالة الفوضى. كشف مصدر أمني عن اعتقال متهم باستهداف مقر حزب تقدم في الأنبار. وقال المصدر إن قوة أمنية اعتقلت أحد المتهمين باستهداف مقر رئيس حركة تقدم في قضاء هيت بمحافظة الأنبار. هذا وكان مجهولون قد هاجموا المقر عبر إلقاء رمانة يدوية ثم لاذوا بالفرار. وفي سياق متصل أفاد مصدر أمني إن مجهولين استهدفوا منزل عضو مجلس النواب عن حركة امتداد نيسان الزاير بعبوة ناسفة في منطقة الدجين بقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية. أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن مباحثاته مع الحزب الديمقراطي متوقفة بشأن الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. وقال القيادي في الاتحاد محمد خوشناو أنه لا توجد أي مباحثات أو حوارات سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تسمية مرشح رئاسة الجمهورية. وأضاف أن جميع الحوارات متوقفة إلا أن أبواب الاتحاد مفتوحة للحوار، مشيرا إلى أنه لا يزال مرشح الوطني الكردستاني الوحيد برهم صالح. لا موقف جديدا على الساحة الكردية ولا نبأ يتحدث عن اتفاق حول القضايا الاستراتيجية يلوح بالأفق، خصوصا بعد قرارات المحكمة الاتحادية التي جاءت بما لا تشتهي سفن الديمقراطي الكردستاني. هدوء في العلن وما خفي ضجيج كبير بعيد عن عيون الإعلام. تقرير على الطائي. صمت مطبق يخيم على المشهد السياسي الكردي حيال الحراك القائم لتشكيل الحكومة الاتحادية. صمت بدأ منذ نطقت المحكمة الاتحادية بقرار بطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان. قرارات المحكمة الاتحادية نزلت كالصاعقة على الحزب الديمقراطي الكردستاني، بدءا من قرار الثلث المعطل ثم بطلان ترشيح هوشار زيباري وآخرها بطلان جميع عقود الشراكة النفطية واسترداد كافة الإيرادات المالية وتسليم ملف التصدير لبغداد. والقادم ربما لا يبشر بخير بشأن مرشح الديمقراطي البديل لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد. حاليا لا نستغرب أي شيء ونستبعد أي شيء من المحكمة الاتحادية. الأستاذ ريبر أحمد هذا التأييد الشامل من جميع الأطراف عليه، ممكن أيضا المحكمة الاتحادية بقرار آخر تصدر يعني عدم شرعية ترشيحه، وهذا ليس مستبعدا بعد صدور هذين القرارين. حينئذ لكل حادث حديث ممكن القيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تتخذ قرارات جديدة من مجمل العملية السياسية. رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم بدأ جولات موسعة من التحرك الإقليمي والدولي لتطويق الأزمة وتقليل الخسائر وتدارك ما يمكن تداركه من تبعات مستقبلية. مسرور بارزاني يزور قطر ويلتقي أميرها تميم بن حمد آل ثاني، ونيجيرفان بارزاني يحقق رقما قياسيا بعدد اللقاءات الثنائية التي أجراها مع وزراء ومسؤولي عدة دول عربية وأجنبية على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا برفقة رئيس حكومة الإقليم وعدد من الوزراء، فيما التقى بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني بالسفير الأمريكي في العراق. والبيان الصادر يدعو إلى لملمة شتات البيت الكردي، وهو ما يؤكد وجود نوايا للمصالحة تصطدم بالواقع المعقد ورغبة البارتي المضي بمشروعه مع الصدر.
المسؤوليات والنقاط المشتركة أكثر من النقاط الخلافية التي تفرق بينهما. ولكن فيما يتعلق بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أكيد أنا أتوقع بأن السيناريو القريب هي إعادة سيناريو 2018 بدخول الحزبين بمرشحين مختلفين. الهدوء الحاصل في ظاهر المشهد السياسي الكردي لا يشبه الوضع خلف الكواليس، صمت ظاهري وبركان داخلي، ليبقى الترقب سيد المشهد لما ستؤول إليه تحركات الفواعل الإقليمية والدولية بعد أن وصل الحال قاب قوسين أو أدنى من الانسداد السياسي. من أربيل لقناة الفرات على الطائي. استضاف مجلس النواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار. وأوضحت رئاسة البرلمان إن طلب الاستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بعد جمع تواقع أكثر من 50 نائبا، نافية وجود أي خلاف شخصي مع وزير المالية. بدوره تعهد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف، مؤكدا تزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدولية حول مزاد بيع العملة والعمل على تقويم السياسة النقدية والمالية في البلاد. طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب مجلس القضاء الأعلى بإصدار كتاب منع سفر لوزير المالية لحين الانتهاء من مساءلته تحت قبة البرلمان. وبحسب الوثيقة إن رئاسة المجلس طالبت الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا لمنع سفر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي حفاظا على المال العام لحين حسم الملفات ومساءلته تحت قبة البرلمان. وأشارت إن هناك عدة ملفات تتعلق بمخالفة مالية وقانونية تخص الوزير قيد النظر به من قبل مجلس النواب. وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد وجه رسالة إلى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان بشأن قضية سعر صرف الدولار. وقال علاوي إن هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، وإنما مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. وأضاف إنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا، لأنه من الواضح إنها خارج صلاحياته، كما أنني أرفض إدارة الحكومة تماما من خلال التغريدات من القادة السياسيين بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم. وأكد علاوي أن مسألة سعر الصرف تم تسييسها وجعل الوزارة مسؤولة عن ارتفاع الأسعار، وهذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها، لافتا أنه مستعد أن يدافع عن موقفه وسياسته الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين. وأشار علاوي أنه تم إدراج 3 تريليونات دينار للفقراء والضعفاء في موازنة عام 2021، ولكن البرلمان قام بتقليصها. هذا وقد كان رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري قد قدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب في الدورة السابقة لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف. وكان من المقرر أن يستجوب الساري محافظ البنك المركزي لعدم قناعة البرلمان بأجوبة الأخير خلال استضافته في إحدى جلسات البرلمان في شهر تشرين الثاني عام 2020 على خلفية مزاد العملة ورفع قيمة الدولار مقابل الدينار، إلا أن هيئة الرئاسة قررت رفع جلسة الاستجواب لإشعار آخر نتيجة تملص بعض الكتل السياسية من حضور الجلسة بالرغم من توفر الشروط الدستورية والقانونية لاستجواب. بعدما تراجعت أسعار النفط العالمية وازدادت مديونية العراق للبنوك المالية، لجأت الحكومة إلى رفع قيمة الدولار مقابل الدينار لتوفير فروقات مالية كبيرة على أمل تحقيق وفرة مالية لخزينة الدولة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية. صباحكم والتفاصيل.
تعويض تراجع الإيرادات النفطية بسبب تدهور الأسعار وسد فجوة التضخم في موازنة العام الماضي وتفادي استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة أسباب وضعتها وزارة المالية والبنك المركزي أمام الرأي العام كمسببات لرفع قيمة الدولار، ما جرى إن جميع المبررات لا وجود لها الآن بعد ارتفاع أسعار النفط واقترابها من حاجز 100 دولار، والنتائج التي جناها الشعب غلاء في الأسعار وركود في السوق وزيادة في الفقر حتى أصبحت لقمة العيش صعبة المنال. أخذ السوق يرتفع، المواد الغذائية ترتفع بشكل كبير وبشكل مؤثر، وأثرت على يعني مستوى المعيشة المواطن. لا توجد سياسة اقتصادية ونقدية في العراق مبنية على أسس وضوابط مهنية وعقلانية تعالج الخلل والخروقات التي تحدث في السوق. كل شيء في السوق ارتفع، وبعض السلع والمواد الغذائية تجاوزت أسعارها الضعفين، ومنها الطحين وأغلب المنتجات الغذائية المعلبة المستوردة. رفع قيمة الدولار أثر على كل منتوج مستورد ومحلي أيضا، سيما إن المواد الأولية تستورد هي الأخرى لتستفحل موجة الغلاء وتجتاح جميع الأسواق معلنة رفع قيمة المنتجات. نشاهد ارتفاع بالأسعار سواء كان على مستوى المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية وبقية المواد الاحتياطية الموجودة بالسوق. نشهد ارتفاع بالدولار لا زال إلى 150 مقابل انخفاض الدينار العراقي، وهذا مشكلة لا زالت يعاني معها الشعب العراقي وحتى اليوم الكسبة وأصحاب الأجور وغيرها من بقية الأمور. النسبة الأكبر من المواد الغذائية والاستهلاكية إن لم تكن جميعها تستورد من الخارج، فالعراق بلد غير منتج، قتلت صناعته المحلية منذ سنوات، واستمرار رفع قيمة الدولار دون حلول حكومية كمراقبة السوق وتعظيم الواردات المحلية وخفض الضرائب الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار وزيادة معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة. صباح حكيم الفرات، بغداد. أعلنت وزارة التجارة تنفيذ جولات في الأسواق التجارية والمطاحن لمتابعة التجار المتلاعبين بأسعار الطحين، وذكر بيان للوزارة إن دائرة الرقابة التجارية والمالية نفذت جولات في الأسواق التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بأسعار الطحين، وأضاف أن الدائرة عملت على نشر مفاريزها في بغداد والمحافظات بالتزامن مع التصعيد الواضح بارتفاع أسعار الطحين، مما أثمر عن انخفاض سعر الكيس حاليا إلى 32,000 دينار بعد أن وصل إلى 38,000، مع وجود إمكانية لخفضه إلى 28,000 دينار. هذا وحملت وزارة التجارة جهات لم تسميها المسؤولية لافتعال أزمة الطحين في الأسواق التجارية وجعلها رأيا عاما. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون خلال استضافته في المرصد الخبري السابق إن مادة الطحين موجودة ضمن البطاقة التموينية ويتم توزيعها على المواطنين شهريا، وأضاف إن الوزارة تقوم بتوزيع 450,000 طن لكل وجبة على المواطنين، والمؤشرات تؤكد أن نوعية الطحين جيدة، وأشار أن عددا كبيرا من المواطنين يبيعون مادة الطحين بعد استلامها للاستغناء عنها أو بحجة أن مادة الطحين غير صالحة للاستهلاك البشري، لافتا أن التأخير في توزيع الحصة التموينية على المواطنين يعود إلى آلية النقل والتوزيع، نافيا استيراد مادة الطحين من أوكرانيا للاكتفاء الذاتي المحلي من محصول الحنطة، مؤكدا أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في العالم سببها ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج وزيادة في الاستهلاك.
شهدت الأسواق التجارية في محافظة ميسان ارتفاعا ملحوظا بأسعار مادة الطحين نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة المحلية، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطنين وخصوصا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يشكون من ظروفهم المعيشية الصعبة. أحمد السدخان والتفاصيل. ارتفاع كبير في أسعار مادة الطحين شهدته الأسواق المحلية في ميسان مؤخرا، وتأثر أصحاب المخابز والأفران بهذا الارتفاع الذي انعكس سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود. المناشدات نريد ينزلون الطحين، السوق كله قابلان علينا، يعني مو بس الطحين غالي، كله غالي يعني كله غالي، والطحين هسه ب40 الطحين. كان الطحين ب15 إذا كلش يوصل ب18. يعني تقدر يعني الفقير يقدر يشتري. زين بشربك اسوي للعامل يعني يومي تاع 25,000 يعني يشمل من جيب النوب. الفقير وين يروح في حاله؟ يعني الكمية قاعد تتأخر على العالم والوضع تعبان جدا، الوضع الاقتصادي مال العالم، فيعني صعود ما له مبرر نهائيا، هو متوفر بالاسواق بكثرة، شنو الصعود السبب ماله ما ندري. انطالب تخفيض الدولار، تخفيض المواد الغذائية، هذه حاجة المواطن لها. وفي الوقت الذي عزا فيه اصحاب محال بيع الطحين ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الدولار وتأخر الحصة التموينية، في حين تساءل آخرون عن مصير القمح في مخازن البلاد. بالنسبة للكمية قاعد تتأخر، كل 50 يوم يلا قاعد يطول، فالمفروض هي كل شهر، إذا شهر ما تبقى ما تحتاج الناس كمية بعد. نجيبه قاعد من بغداد ب38 يوصل، نبيع 39 احنا بالنسبة لنا. واللي هسه قاعد الماشي هو الصفر التركي. هي بالدولار تعرف أنت شغلته بالدولار كمية ماكو. زين إذا هذا صعب شلون يصير بعد المعيشة غلى، موجود غلى، فناس تعاني، تأثيرها على المواطن، ما حد حاسب المواطن انه شنو من يعاني من المعاناة هاي الموجودة. أول شيء رواتب محدودة، أسعار محدودة، والأسعار غالية مالت السوق. ما ينعرف الحنطة مالتنا هاي الزينة وين قاعدة تروح، قاعد يجينا الطحين المو زين. ويأتي هذا الارتفاع في أسعار مادة الطحين في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يثير الاستغراب والحيرة لدى المواطنين. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. تستعد الهيئة العامة في تيار الحكمة الوطني لعقد مؤتمرها الثالث لانتخاب رئيس لها ونائبيه وزعيم للتيار وانتخاب أعضاء المكتب السياسي. هذا وكانت الهيئة العامة قد فتحت أبواب الترشيح لعضوية المكتب السياسي ورئاسة الهيئة العامة قبل عدة أيام. ويعد تيار الحكمة الوطني أول تيار سياسي يجري انتخابات داخلية كل 4 سنوات بكل شفافية ونزاهة وبإشراف مفوضية الانتخابات، حيث تتألف الهيئة العامة للتيار من عدد لا يقل عن 500 عضو مسجلين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يمثلون الأنساق والشرائح الوطنية المتعددة في البلاد. كذلك تكون للهيئة رئاسة مكونة من رئيس ونائبين ومقررين لكل دورة انتخابية وأمدها 4 سنوات، بالإضافة إلى الحق بتشكيل 12 لجنة دائمة وتشكيل لجان مؤقتة بحسب الحاجة إلى ذلك. الدورة الثانية للهيئة العامة لتيار الحكمة وانتخاباتها المرتقبة في 5 آذار يعول عليها في تجديد وتحريك الدماء الجديدة داخل المكتب السياسي، كذلك التنافس الشبابي على الترشيح، بالإضافة إلى ضمان كوتا المرأة وتمثيلها وحفظ حقها في الترشح والفوز والمشاركة في القرار السياسي للتيار. أحمد الزيدي. منذ تأسيسه في العام 2017 وتيار الحكمة الوطني ينتهج العمل المؤسساتي في تنظيمه، إذ يتكون من رئيس التيار ونائبيه والهيئة العامة التي تضم أكثر من 1000 عضو من أبناء الحكمة، ومنها ينبثق المكتب السياسي الذي يتكون من 24 عضوا مع الرئيس، ويتم انتخابهم بعملية ديمقراطية وبشفافية عالية بإشراف مفوضية الانتخابات وبالتنسيق مع المكتب الانتخابي لتيار الحكمة. الحدث الأهم في هذا المؤتمر أنه يعيد تحريك وتجديد الدماء
وسوف يتضمن المؤتمر العام في الدورة الثانية لتيار الحكمة الوطني مجموعة مهام وفعاليات أساسية، أولها قبول عدد جديد من الذين رفعت أسماءهم إلى عضوية الهيئة العامة في تيار الحكمة الوطني من خلال المؤسسات التيارية التنظيمية، المفاصل، المكتب التنفيذي في بغداد وفي المحافظات، هذا أولا. أيضا سوف تتم المصادقة بعد أن صادق المكتب السياسي على يعني أن يتحول عدد من أعضاء الهيئة العامة إلى التيار في مفاصل أخرى، ويفسح المجال لغيرهم من الأسماء الجديدة. المحور أيضا اللافت والمهم الذي يتمحور حوله العديد من الشباب هو إعادة أو تجديد انتخابات المكتب السياسي، وهو شرط منصوص عليه في النظام الداخلي لتيار الحكم الوطني في الهيئة العامة في النظام الأساسي. الخامس من آذار المقبل هو موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي لتيار الحكمة الوطني بدورته الثانية، والذي سيشهد انضمام أعضاء جدد فضلا عن المشاركة الشبابية المهمة في الترشح لعضوية المكتب السياسي للتيار، وما يشير إلى مدى تمكين الشباب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار الأعضاء. قيمة الشباب السياسية هي موجودة في تيار الحكم الوطني، بالتالي هو ليس غريب حينما يكون هنالك تنافس فيما بين مجموعة من الشباب الأكفاء يتنافسون سوية فيما بينهم على مواقع المكتب السياسي في تيار الحكمة. بالتالي تيار الحكمة يوفر هذه الفرص للشباب دون غيره من القوى السياسية. فيما تعد المشاركة النسوية إحدى العلامات الفارقة في أيديولوجيات التيار عبر تمكينها تنظيميا وسياسيا، إذ يشترط في النظام الداخلي وجود 6 نساء ضمن المكتب السياسي المنتخب، ويخضعن لقانون الكوتة الانتخابية لضمان حقهن. وجود المرأة بعضوية المكتب السياسي يعطي تمكين ويعطي تصدي، يعطي تأهيل حقيقي للمرأة، يعطيها الزخم اللي هي تحتاجه حتى تكون متميزة بأدائها السياسي أيضا. وتجسد هذه الفعاليات الدورية مبدأ أساسيا يعتمده تيار الحكمة الوطني منذ انبثاقه لاختيار قيادته وصنع قراره السياسي عبر الطرق الديمقراطية. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. إلى ذلك أكدت رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني ليلى الخفاجي أن الهيئة استقبلت العشرات من الترشيح، والأسماء الآن في طور الفرز والمطابقة مع الشروط التي وضعت وفق النظام الداخلي، وسيتم الإعلان عن الأسماء والمصادق عليها بعد إكمال إجراءات المطابقة والنظر بالطعون في حال تقديمها. حاليا نحن نعكف في رئاسة الهيئة العامة بعد أن فتحنا باب الترشيح، استلمنا العديد العشرات من الترشيحات، ونحاول فرز هذه الطلبات للترشيح ونطابقها مع الشروط الموجودة بالنظام الداخلي، ثم بعد ذلك سنفتح نعلن الأسماء المقبولة، نفتح باب الطعون، يعني بالضبط مثل المفوضية العليا، كأنما انتخابات المجلس النواب العراقي. وبعد فتح باب الطعون والنظر فيها سنعلن عن أسماء المصادق عليهم في رئاسة الهيئة العامة وفي المكتب السياسي، ثم نفتح باب الترويج لهؤلاء المرشحين قبل المؤتمر، ويخوضون هذه الانتخابات أيضا بشفافية، نعطي الحيز المفتوح لأعضاء الهيئة العامة للانتخاب من يرونه أهلا وذو الكفاءة والنزاهة والتصدي السياسي والنضج السياسي والرؤية لتحقيق ما يريده التيار في المرحلة القادمة، 4 سنوات القادمة. هذا وكان تيار الحكمة الوطني قد فقد أول رئيس للهيئة العامة للتيار وعضو المكتب السياسي سماحة الشيخ حميد معلى الساعدي العام الماضي. الفقيد الراحل وافقته الأمنية في 3 أيار الماضي جراء مضاعفات فيروس كورونا، بعد عمر قضاه في مقارعة الدكتاتورية وخدمة قضية الوطن والشعب في ميادين الجهاد والسياسة والإعلام. وامتاز الشيخ الساعدي بالخطاب العقلاني الوسطي الهادئ المعتدل في طرح القضايا والنقاش والحوار، وعرفه عنه تفانيه في حب العراق وشعبه، انطلاقا من غرة شبابه، مرورا بعضوته في مجلس النواب، وصولا إلى انهماكه بالعمل الدؤوب في المكتب السياسي لتيار الحكمة. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.